عين عائلة الأيتام المتعففة جزاكم الله خير، الله يرحم أموالكم. سلة مخضر يا الله. هاي المخضر بالباب ثواب سيدي الشهيد رحمه الله وديكم. عندنا هاي سلة ثانية جزاكم الله خير. هذا الرجل عايش على سته ثاني مسكين، وضعيته جدا تعبانة. يلا ثم خطار جاي لعب الدراجة. ابو حسين علي العائلة الأخرى الله يرحمهم واسكمهم، هذا كله ثواب سيد الشهيد إن شاء الله. تعالوا بابا. وليدي هاي السلة مخضر بثواب سيد الشهيد. حبيبي اللهم صل على الفاتحة سيد الشهيد رحمه الله.